هذه مباراه بتحدد، هذه مباراه انا احتاج اشوفها، لانه هي بتحدد مين الثاني عندنا، هل هو العويد او العياد زياد او محمد العويد. طب اذا واحد فاز واحده من اصل ثنتين هل ياخذ بوينت؟ ايه كم ياخذ؟ هو شوف المباريات، ناظر البوينت هنا، شوف البوينت حق العويد كم، 6؟ ايه. وهو البوينت حقت زياد كم، 7؟ تعتمد على عدد الفوزات في المباراة. طيب إذا فاز محمد الآن واحد وخسر ثنتين، ما أدري شو يصير، وش قاعد يصير أصلا هنا؟ ما صح، ما أدري يصير، الحين نشوف وش قد الزبدة في اثنين دي. واوك يا دفع البلة، والله خف حيط وتصفيق بدل المطارق يا الله. يا الله يا الله يا الله، والله ما يجوز الكلام هذا. طيب سلام عويد. طيب الكينج دي دي هو المين كاركتر حق محمد عويد، ولكنه من الشخصيات الكويسة جدا اللي يلعب فيها توكي. رجوع موفق ما ينفع على محمد. طبعا ما ادري هل الطقات القوية بالنسبة للكينج، واو الكينج دي دي، هل انها تأثر على كينج دي دي دي؟ والله مباراة ملكية، الملك مباراة بطريق توكي هو اللي مرتفع نسبة الدمج حقه، انا حسبتها قاعد. لا يا سلام، انت لعبت ولا لسه؟ لا لا انا حتى بروح بشرح شيك بعد. اي شوف شو مجموعتي، يحاول انه طبعا واو اصبر، نسبة الدمج ما تفرق هنا اللعبة، ما تعرف الجوردو هذا تبعك تبع اللي ضدك، ما تعرف هذا حق مين، طقوا بعض فلا على فلا. ياخذ محمد السوك الاول، و حلو توكي قراءة مميزة، مميز الله، إن الله إنه يؤلم، إنه يؤلم. ونايس كومبو من توكي، والجوردو في وجه الجوردو، جوردو بالأسباني يعني متين للمعلومية فقط. هذه معلومة جدا يوسلس. ايش يوسلس؟ أنا أعطيتك لغة ثانية. يوسلس. ونسبة الدمج ترتفع بشكل جدا ملحوظ، وفي جد طبعا يعني احنا ما تكلمنا عن الاشخاص هذولي، عندنا العويد منظمنا العظيم في رياض سماشرز، والتوكي تقريبا المصنف الثاني في الرياض. اوه ما تنكسر، ما ينكسر الدرع، نسبات متقاربة، عدد الستوك مثله، نفس الشخصية، نفس السيتويشنز، ولكن ولكن عندنا هنا اوكي هذا اللي قاله، يا يبغى يحط الجوردو على اللج بس ما هي رابطة، لأن داون سماش. أوه. واو كانت داون سماش، كانت ممكن انها دي قوتها العادة في الافخاخ اللي يسويها على الطرف على الحافة، والله لا افخاخ ولا شيء، ما يحزنون وراك تحطها بالصدفة. الله الصراحة شغل اي كلام، وطريق معاه مطرق يناقز جدع كوار مسننة، يعني وش بالله ذي؟ واصبر لحظة، هذه بترفع نسبة الدمج، واي فوز توكي، والله بادي اي مين فاز؟ توكي. لحظة فاز توكي، كينج دي 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 على محمد بكينج دي دي، هل توقع انه راح يستمر على ذا الشخصية الزبالة ولا راح يغير؟ يا رجال هم كلهم زبالين اصلا، زبالين من جد، نت يوسلس المعلومة، معروف هذه الاشياء، هذه والله قاعد يعزون لك في ستريم؟ نعم لان اوينت هذا جروب بي ابو عزام صح؟ اي اللي جروب بي صح، ما ادري ليش كملوا على كينج دي دي دي، كينج دي دي دي. و توكي ياخذ كينج دي دي الزهري، كيف يجرؤ؟ خله ينزل لي مستر جيم نايتش، نايس نايس، خذ لك يا عمي ذا المطرق ذي وش ذا؟ ممتاز، و كل واحد طق الثاني بالجوردو حق الثاني، ما عندي اي فكره من طق مين، كل واحد ياخذ له جوردو. توكي وايز سو كيوت، توكي مو بكيوت، توكي نفسيه صح؟ ما اتوقع انه حجازي فتو يعني؟ لا مو كذا تامر، مو كذا. والله صراحة ماتش غريب. يا اخي تحسهم اكبر من مرحلة. ما شوف ما تحس انه في سيطرة من اي واحد، لانه ممكن في لحظة ينقلب شيء زي كذا. اوه ماي جاد. نايس. ممتازة، وهذه ممكن انها اقوى سماش باللعبة ترى. تحدد مصير الماتش بكبره، يعني خاصة انها يعني ممكن انها تفتح نفسيه. العويد صحى من النوم، العويد صحى من النوم شكله. كان ثرو اب اير يا عيني. ممتاز.
لكن لسه ممكن انك ترجع وتسيطر على الماتش. ضرب الجوردن وين بشخصية زي كذا ممكن ترجع وتسيطر على الماتش يعني. تمام الحين بس الحين سجلهم بس. اوكي اوكي اعطنا نتائج عبد المجيد اخي خلاص. في شخصية زي كذا يعني صعب انك انك اوه ماي جود باك لحظة يا هشام يحطها على الإج. اوه حلو الهي وش قاعد يصير؟ في انهبال في حفلة سيئة تصير. يا ساتر يا كافي يا الهي اعوذ بالله. وين وائل؟ وائل ضح علق و بلعب انا. يا شباب انا ما ادري وش قاعد يصير. تروكي اوه الجوردو طلعت زنزة عندنا راح يلعب جوردو راحت يمين وراحت يسار. دقيقة سب نكو راح نخليها السليم. اوه اين التكعيب؟ والله حركة جميلة حركة جميلة. والله توكي خسر غريب والله. 1-1 نايس 1-1 اوكي قاعدين يغيروا الوان يروا انه الزهري هو اللون اللي يخسر. الزهري هو اللون الخسران. كيف كانت مجموعاتك تركي؟ زبالة معفنة تحوم الكبد. يعني معك عويد معك توكي بالضبط معي هذول هذول اللي معاه هذه مجموعتي. شوف وش قاعد يصير. اعوذ بالله كان في فساد في ال والله حاولنا نقدر المستطاع نحاول نفسدها بس لم تضبط معنا. ما شاء الله المستويات متحسنه. انت عارف مجموعه عزوز انت تعتبر مره كبيره. انت مجموعتك ايش؟ انت وش كنت معه؟ انا ضدي جريتنجز ومدري مين ايش ايش دول؟ انت اهلت ولا لا؟ لا ما لعبت لسه بس حنجلد. حاطين لي ناس والله لا اضحك. لا عزوز وثامر كذا عارف اللي هذول اللي فوز علينا ما نبغاهم. مين قاعد يشفط؟ توكي. شو الهبل ذا؟ توكي قاعد يعني يعطي فرصه للعيد انه يجلده. المشكلة حتى لو فاز عويد انه هو بس من الاثنين متأهلين خلاص. لا بس انه يحدد مصير المركز الأول. الثالث كذلك يعني المركز الثالث الأول والثالث يحدد. والله صراحة مباراة حوم السبت ليه؟ ديتس حلوة. ها؟ اوكي يعني في حركات غريبة قاعد تصير ما بين الشباب. والله العظيم توكي طبعا عنده حركة مرة اشوفك يتحدى المين حقك كل مره يسوي هذه حيختار جانيدورف تلعب بكينج ذي اختار جانيدورف خليه ينزل لي مستر هو يتحدى المين حقك ينزل لي السيد شاهد والعب والله هو لعب لك بريو كيف حالك بخير والله بخير الله يخليك منو انت سبانس سبان منو سبانس عرف بنفسك يا اخي متى من اكثر هذه اللي يحط لك الجوردو في الزاويه حركات اليوتيوب حلوه حركات اليوتيوب يا حلوه حركات اليوتيوب يا وائل لا تعود الله يقلعك انت والجوردو حقك جوردو بالاسباني يا وائل تعني سمين هذه معلومه انا جوردو الحين انت جوردو فور شور يزيد جوردو كبير يزيد جوردو كبير لحظه عيد النفسيه يحب يفقع البالونات عندي اتصال دولي عادي شوف والله شباب انا اسف ماني عارف اعلق على ايش بس يعني انتم شايفين النكهه اللي قدامكم والله العظيم يعني كان الله في عونه ما ادري ايش يحطون على الستريم طق يمين وطق يسار و محمد يعطيها محمد يعطيها صيدة ممتازة من توكي والثانية اللي بعدها حلو لكن ما كانت موفقة ماشي فانش كان ممكن يجي لكن بعيد كان عنه النسب متقاربة ومحمد يصيد لكن ما كملها توقع غلط فيها الى الان طيب سهل جدا انك ترفع نسبه الدمج في كينج دي دي دي
وعد عليكم الجديد بعد الاتصال. ونحذين ذا الجيم من توكي الليدي ولا يحب الحركات دي الاستخفاف. اوه لكن حطها على الإج. اوه محمد ممكن يطلع سباك الشهير. اصبر اصبر لحظة. اوه صيدة ممتازة. السيجنشر موف حق صيدة ممتازة. لا عويد ويحاول. اوكي اوكي عندنا تاي بريكر في مجموعة. استنى استنى خل هذه تقضي اول لحظة. اوكي في ضغط عالي جدا من توكي على الجهة اليمين. جوردو في جوردو يعور. لا نسب متقاربة هي طقة طقتين ممكن تخلص الموضوع. استنى الريز استنى الرول حقت انت ما تدري الجوردو هذا معك ولا مو بمعك. انت بس لو لمست يصير معك. كل واحد يستنى الرول حقت. لكن لسه وزنه 1000 كيلو وزنه 1000 طن. ناظر 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 توكي ذكي قاعد يرمي الجوردوز مسافات بعيدة عكس عيد يرمي مسافات قريبة وش ما تفرق بالضبط. يعني هو لكن لحظة يرجع يسيطر على الموضوع. ما تدري مين تحت ما تدري مين فوق. يكملها ما يكملها. الله يفوز. خسر العيد في خسر العيد في ديتو المينز للأسف. أو مو ما هو بأحسن كينج دي دي دي. عندنا كينج دي عندنا كينج دي 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 جديد. عندنا كينج والكينج دي دي يا فرحتنا مره مبسوطين حنا الان. شوف وجهنا هي حفله يا لي مره عندنا الحين كينج دي 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 مره عندنا خصية قسم بالله يا اخي. هو كيرز توكي دائما يختار نفس الكاركتر حقتك. توكي اختار انا سو انا انا وانا لاعب ضد توكي يقول لك شخصيتك. انا وانا لاعب ضد توكي سويت باند لست شخصيات وسجات وكل استيجات سويتها بعد حركات الكاركتر وحركات الكاركترز نفسها وفاز عليه فاز عليه بس اخذت ستك منه. اكرم اكرم. عندنا شو اسمه هذا صبان واحد يلعب سماش من جده. روح يلا هاي صبان. صبان كيف الحال صبان كيف الامور كيف الاوضاع معك. انتراكت يا شباب انتراكت سولفوا معنا ترى ما راح نعض يعني والله العظيم. الا اذا وائل مزعجكم نطلعه والله والله اذا والله. اذا السبب وايد والله نشيله والله نطلعه برا التورنمنت برا العماره كلها ما العب برات كلها عادي كلها تطلع قسم بالله ولا لك اي وجود. زي الحين انت مالك اي فايده. كيف 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 المجموعه حقت كيف تشوف وضعك؟ والله وضعي سيء ما لامل تهم. عندي اثنين مستوياتهم كويسه. سيء مره. الحين عندنا تاي بريكر عندنا تاي بريكر بعد شوي اللي هو راح يكون في المجموعه في المجموعه اللي هي ما نعرف وش هي بين ناس ما نعرف مين هم حيلعبون على ما اعرف المركز كم. طلع لك كل المعلومات ما نملكها ما استفدتم اي شيء مننا. استلم هذا ما له فائده لازم نغير استلم هذا ما له فائده. اذا عندك اي شيء ثاني فهو واو اراس فاز على مجموعتي كلها. متى بديتوا انتم؟ انتم قاعدين هو فادي هو ماسك هو ماسك الشاشه ذيك هو ماسك قاعد يطلع اي واحد اللي بعده اللي بعده عندنا وين اطلع اطلع فوق المجموعه ايه بين